قال موسى النبي قديما: أفنينا سنينا كقصة. دي قصة حياتي ضاع منها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضاع منها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بشكر كل المشاهدين والمشاهدات اللي بيهتموا انهم يتابعوا معانا. شكرا لاجل كل ناس، كل انسان مشاهد او مشاهدة بيبعتوا لنا جوابات، او الناس اللي بترسلنا عن طريق البريد الالكتروني، او اللي بيتصلوا بينا تليفونيا، او اللي بيبعتوا لنا رسائل SMS. كل الاخبار الرائعة احنا بنشكركم، وكل املنا صلاتنا انكسارنا قدام الرب ان تكون هذه البرامج نافعة ليكم ولعائلاتكم. ودي أخبار طيبة جدا بتبعتوها إن البرامج نافعة للأسرة. بنشكر رب لأجل كل هذه الأخبار. قصتنا النهاردة بعنوان لمن أنت؟ لمن أنت؟ قصة طريفة بس قصة عميقة وهامة. جاهز نفسك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، لهذه القصة. قصة بتتكلم عن الحرب الأهلية اللي كانت ما بين الشمال والجنوب في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما إبراهام لينكولن قرر تحرير العبيد. حصلت حرب رهيبة ما بين الشمال والجنوب. القصة بتاعتنا بتحكي عن راجل على الحدود قال أنا محايد، أنا لا مع الشمال ولا مع الجنوب. تعرفوا عمل إيه؟ قال أنا هلبس القميص بتاع الجنود بتوع الشمال، والبس بنطلون سروال زي بتوع الجنوب علشان أبقى مع الاثنين. وتعرف إيه اللي حصل؟ للأسف الشديد جنود بتوع الشمال ضربوا على البنطلون على قدميه، والجنود بتوع الجنوب ضربوا على صدره على القميص اللي هو لابسه. ومات هذا الرجل موت بين من الطرفين، لأنه حب يكون محايد ويمسك العصاية من النص في حرب ما ينفعش فيها الحياد ولا عدم الانحياز. سأستكمل معك هذه القصة الرائعة المؤثرة بعد أن تستمع معي إلى هذه الترنيمة الحلوة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. فابقى معنا بعد الترنيمة. معاك في وقت تعلق بالصليب يلي بهالدنيا ضاع، حاسس إنك غريب. الصليب يلي بهالدنيا ضاع، حاسس انك غريب. عمي بيقلك يسوع وعم يقلك، عمي بيقلك يسوع وعم يقلك، بعرف انه تعب املك عم بيغيب. بعرف انه تعب واملك عم بيغيب، تعلق بالصليب ما عاد في وقت. يا ماشي ع درب الخطيئة ع مهلك، صدقني من القلب بصرخ لك بندهلك. يا ماشي ع درب الخطيئة ع مهلك، صدقني من القلب بصرخ لك بندهلك. دروبك ضيا حياتك أوجاع، دروبك ضياع حياتك أوجاع. اسمع صوت اسمع اللي انصلب من أجلك، يا ماشي ع درب الخطيع مهلك. صدقني من القلب بصرخ لك بندهلك، عمهلك يا ماشي ع الدرب عمهلك. عم تلعب فيك الريح شايفك تعبان، قلبك الجريح
يعرف حنان حتى تستريح وتشعر بالأمان على درب المسيح. ارجع يا خي ارجع عمهلك يا ماشي عالدرب عمهلك يا ماشي عدرب خطي عمهلك. صدقني من القلب بصرخ لك بندهلك يا ماشي عدرب خطي عمهلك. صدقني من القلب بصرخ لك بندهلك دروبك ضياع حياتك أوجاع دروبك ضياع ضياع حياتك أوجاع. اسمع صوت اسمع اللي انصلب من أجلك يا ماشي عدرب الخطي عمهلك. صدقني من القلب صرخ لك بندهلك عمهلك يا ماشي عالدرب عمهلك. بينادي عليك الرب زي ما نادى عليك منير حبيب على مهلك. حقيقي الحياة محتاجة مرات كتيرة تكون على مهلك بتفكر فيها. قصتنا النهاردة بعنوان لمن أنت؟ هذا السؤال اللي سأله داود النبي قديما إلى هذا الغلام المصري، قال له لمن أنت ومن أين أنت؟ وحكى له القصة زي ما كلنا عارفين القصة. بس سؤالي لمن أنت؟ الحياة المسيحية لا يصلح فيها الحياد لا الإيجابي ولا السلبي. يعني باختصار شديد قصة النهاردة حكت عن راجل حب يبقى محايد، لبس القميص بتاع أهل الشمال بتاع جنود الشمال وبنطلون الجنوب الاتنين ضربوا عليه. اهي دي حرب روحية، ما ينفعش أبدا تبقى إيد مع إبليس وإيد مع المسيح. أرجوك تعرف لو الحلقة دي وصلت لك المفهوم ده أبقى سعيد أسعد إنسان في الدنيا دي كلها. أرجوك افهم أنه مش ممكن تبقى مع الاثنين. هقرأ لك كلام الرب يسوع مع ملاك كنيسة لودوكية في سفر الرؤيا أصحاح 3. لو ما عندكش كتاب مقدس لا تتوانى، ارسل لي سريعا سأرسل لك بنعمة الرب أوعدك كتاب مقدس هدية مجانية أيا كان مكانك في العالم. ماذا يقول المسيح؟ أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا. اسمع، ليتك كنت باردا أو حارا هكذا لأنك فاتر. زي صاحبنا اللي لبس قميص الشمال وبنطلون الجنوب، فاتر في النص. ولست باردا أو حارا، اتكررت ثلاث مرات، لا بارد ولا حار، في النص. اسمع ماذا يقول المسيح، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ما تزعلش، ده كلام المسيح، يعني تعبت معدته، لأن ساعة لقلبك ساعة لربك، ساعة في النجاسة وساعة في الكنيسة، مش هينفع. أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، بيقول أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. لمن أنت؟ قال إلي النبي قديما للشعب اللي كان ماسك العصاية من النص، حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل فاعبدوه. أيام نوح جم ناس اسمهم بنو الله اللي هم من نسل شيس، اتجوزوا بنات الناس اللي هم من نسل قايين، جابوا جيل اسمهم الجبابرة. الجبابرة دول يعني بيقدر يمسك العصاية من النص. في الكنيسة تلاقيه يا سلام تسمع صلاته تقول هيصعد، وفي البيت والشغل والشارع والسينما وزي ما انت عايز تقول قول، وعلى الانترنت والافلام البورنوغرافي والمخدرات هتقول لي ممكن؟ اه ممكن. عزيزي المشاهد اختي المشاهدة، انا النهاردة مش بحكي لك قصة حدوتة، انا بتكلم معاك انت. معلش اسمح لي المرة دي ان اقول لك، يا ترى انت مع المسيح ولا مع الشيطان ولا مع الاسف؟ للأسف الشديد ان ناس كتيرة بيتهيأ لها ان ربنا بيضحك عليه. عايز اقول لك ان فكرة العصاية من النص دي فكرة تملأ الكتاب ودايما ربنا بيبغضها. بص مثلا حتى في العهد القديم في سفر لاوينا صح 19 يقول كده، لا تنز بهائمك جنسين، يعني ما تجوزش حمار لحصان،
طب وايه اللي ضايقك يا رب في كده؟ انا بكره الحاجه المختلطه. حقلك لا تزرع صنفين، الحقل رمز العالم، مش ممكن تعيش عيش العالم وتقول انك بتاع الكنيسه وبتاع ربنا، ما ينفعش. لا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين، يعني حرير وقطن. طب يا رب انت لا مؤاخذه ما تزعلش يا رب، انت لا ايه دخلك، انا عايز حرير وقطن. ده في العهد القديم يقول لك لا ما ينفعش، انا عايزك يا اما قطن يا اما حرير، عايزك نقي. صلى النبي قديما وقال له وحد قلبي لخوف اسمك، ليتك كنت باردا او حارا لكنك فاتر، مزمع ان اتقيأك من فمي. يبقى ما ينفعش تلبس صنفين في العهد القديم، ما ينفعش تجوز حيوانين مختلفين، ما ينفعش تزرع الحقل حاجتين. يعني افرض واحد عنده حتة ارض، لو اخوة من القرويين بيسمعوني، وعايز يزرع في العهد القديم طبعا قلقاس وملوخية كان يرجب. تقول لي استغفر الله العظيم يا اخي، وربنا يغير الفكرة، ازرع قلقاس او ازرع ملوخية، عيش لربنا وعيش للعالم. دي الفكرة اللي عايز الرب يوصلها لك. في انجيل متى صح 12 قال المسيح، انا مستغرب ده المسيح، ازاي بتقدروا تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار؟ قال المسيح متى 12، الانسان الشرير يتكلم بالشر والانسان الصالح يتكلم بالصالحات. بس الشيء الغريب، ازاي تدعوا انكم بتتكلموا بالصالحات وانتم اشرار؟ في رسالة كورنثوس الثانية واصحاح 3 بيقول الكلام، اصحاح 4 اسف، بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، اخرجوا من وسطهم. يعني ما ينفعش مؤمن يشارك غير مؤمن، ما ينفعش الاختلاط ده. مرة كمان ربنا بيقول لهم في سفر التثنية اصحاح 22، اوعى تحصد الزرع بتاعك او تحرث الارض على حمار وتور. هتقول لي حاجة غلط، اوه رب قال ما ينفعش اعمل على ثورين او على حمارين، بس ما ينفعش حمار وتور. اتمنى في الحلقة دي ان يكون وصلت لك فكرة واحدة برح عليها، هي يا ربنا يا الشيطان، يا النجاسة يا القداسة. شوف المسيح بيقول لك ليتك كنت باردا او حارا. عايز تعيش شرير عيش، بس ما تقولش انك مسيحي. عايز تعيش قديس عيش، بس ابعد عن الشيطان وعن الشر تماما. يقول الكتاب المقدس ان كان احد في المسيح تاب ورجع فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت. اسمع الآية بتقول هو ذا البعض قد صار جديدا، لا هو ذا الاغلبية قد صار جديدا، برضو لا هو ذا الكل قد صار جديدا. هل سلمت قلبك لربنا؟ قول يا رب ان انا بسمع لمن انت، انا فعلا يا رب اقول ساعة لقلبي وساعة لربي، ومرة اقول لها روح السماء ومرة اقول لها روح النار، انا ماسك العصاية من النص. لا يا رب النهاردة انا راجع ليك، انا عايز ابقى حار يا رب، حارينا في الروح عابدين الرب. يلي كنت حار في حبك ليا، قول للمسيح يلي اتذبحت لاجلي، يلي دفنت لاجلي، يلي قمت لاجلي، كل حياتي بديها لك. صدقني لو انت قدام الشاشه صليت معايا هذه الصلاه، في الحال تصير انسان جديد. لمن انت؟ هتجاوب عليا، انا للمسيح. ان ارسلت الي سارسل لك كتاب هديه مجانيه، حياتك في قصه. كتاب حياتك في قصه مجموعة من الكتيبات سأرسلها لك بالتوالي إن أرسلت إلي وتواصلت معي. سيرسل لك أيضا المرنم الحلو منير حبيب سي دي ترنيم هدية مجانية أيضا إن أرسلت إلينا. أتركك في رعاية الله وفي قداسته، وإنت بتقول معايا أنا ليسوع أنا للمسيح، مع حلقة قادمة من برنامجكم حياتك في قصة. دي قصة حياتي شايفها.